قبل ما أبدأ، ده هيكون ملخص الجزء الثاني من سلسلة أفلام الأونج باك، ولينك بقية الأجزاء هيكون موجود في الديسكريبشن. وبدون ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. قصتنا بتبدأ من مئات السنين في تايلاند، وبتبدأ مع طفل صغير وبيكون اسمه تينج، وتينج يبقى ابن واحد من أكبر القادة العسكريين في المدينة كلها. وفي الوقت ده كانت المدينة كان فيها حروب كتير ومحاولة القيام بثورة ضد الإمبراطور الفاسد، علشان كده والد تينج ودى قرية تانية علشان يكون في أمان. ولما تينج بيطلب من زعيم القرية يتعلم الفنون القتالية علشان يساعد قريته من الإمبراطور الفاسد، فالزعيم بيرفض طلبه وبيقوله انت لسه صغير وهتتعلم الرقص دلوقتي. وفعلا تينج بدأ يرقص مع البنات، واللي بتكون منهم صديقته المقربة واللي بيكون اسمها بيان، واللي كان بيتكلم معاها طول الوقت. ومن هنا تينج بدأ يحكي لها قصته وبيعرفها ان هو ابن واحد من اكبر القادة العسكريين في المدينة كلها، وابوه جابوا للقرية دي علشان يحميه من شر الامبراطور الفاسد. وبعد فترة صغيرة فبيجي واحد من الحراس علشان يرجع تينج للقرية بتاعته. ومن هنا بيان صديقته بتكون حزينة جدا علشان تينج هيسيبها ويمشي. ولما تينج كان في الطريق مع الحارس فبيوقفهم حارس تاني، ومن هنا بنكتشف الحارس اللي أخد تينج من القرية يبقى شخص خاين، وأخد تينج من القرية علشان يخلص عليه بأمر من الإمبراطور الفاسد. ومن هنا بيبدأ القتال ما بين الحراس، والحارس اللي وقفهم بيهزم الحارس الخاين، وبعد كده بياخد تينج علشان يرجعه لأبوه في القرية بتاعته. ولما بيوصلوا فبيكون الملك كروس بيقتل والده ووالدته قدام عينيه، ولما والد تينج حاول يقاومه فبيجي راجل مقنع وبيخلص عليه. ومن هنا تينج بيصرخ من القهر على والده ووالدته اللي اتقتلوا غدر من الامبراطور الفاسد. ومن هنا الملك كروس واتباعه بيلاحظوا تينج، فالملك كروس بيأمر اتباعه يخلصوا على تينج، فالحارس اللي معاه اخده وحاول ان هو يهرب من المدينة، بس الجنود بيضربوا عليه اسهم كتيرة جدا وبيموت الحارس وسط اسهم الجنود. ولكن من حسن الحظ تينج قدر ان هو يهرب على اخر لحظة وينجو بحياته. وبعد كده بتنتهي بينا الاحداث لتجار العبيد وهم ماشيين وسط الغابة، وواحد من التجار بيشوف تينج مرمي وسط الغابة وبيقرر ان هو ياخده معاهم ووضعه في قفص العبيد. ولما حاول ان هو يخرجه من القفص فقعد يتخانق معاهم ويعض فيهم، وقرر انهم يخلصوا عليه ويرموه في المية اللي موجود فيها التمساح. ومن هنا تينج كان مرعوب جدا وبيحاول ان هو يهرب من التمساح بأي طريقة ممكنة. ولما تينج كان بيحاول يخرج من الحفرة في واحد من تجار العبيد خبطه علشان ينزل التمساح من تاني، وفي نفس الوقت ده بيظهر مجموعة من الثوار وبيمسكوا تجار العبيد وبينزلوا فيهم طحن بدون اي رحمة لانهم ماهرين بالفنون القتالية. وبعدها بيجي واحد منهم وبيرمي لتينج سكينة علشان ينقذ نفسه من التمساح، ومن هنا تينج بيروح ناحية السكينة علشان يمسكها بعد ما وقعت في المية. وبعد كده تينج بدأ يتصارع مع التمساح وقدر ان هو يخلص عليه في ثواني معدودة، ورئيس الثوار اعجب بيه جدا لانه مقاتل شجاع وقلبه ميت. وبعد المجهود اللي بذله تينج في القتال ففقد الوعي تماما، ولما بيصحى فبيلاقي نفسه مع القبيلة ونام على السرير، ورئيس الثوار بيكون مبسوط منه جدا لانه شايف ان تينج طفل مولود علشان يكون محارب عظيم. ورئيس الثوار بيعرضه على العراف الخاص بيه، وخصوصا ان تينج قدر ان هو يخلص على التمساح لوحده، وده دليل ان هو يكون فيما بعد محارب عظيم. ولما العراف مسكه فقال لرئيس الثوار ان الطفل ده هيكون محارب عظيم في المستقبل ومفيش اي حد هيقدر يقف قدامه. ومن هنا قائد الثوار عرض على تينج ان هو يعيش معاهم علشان هيدربه على الفنون القتالية، بس تينج كان عاوز يعيش لوحده وخرج وسابهم. ولما خرج وشاف افراد القبيلة وهم بيدربوا على الفنون القتالية فحس بسعادة كبيرة لانه كان عاوز يكون مقاتل قوي زي والده بالظبط علشان يقدر ان هو ينتقم من الامبراطور الفاسد ويخلص عليه تماما علشان يرجع حق والده اللي اتقتل غادر. وبالفعل تينج بدأ يتدرب على اساليب القتال المختلفة مع قائد الثوار، وكان بيتدرب مع اكتر المقاتلين مهارة في القبيلة كلها. وبعد التدريبات الشاقة فبنكتشف ان تينج بقى مقاتل مخيف
ويقدر يهزم أي حد بسهولة تامة، لأنه بيمتلك معظم أسرار الفنون القتالية. وقدرات تينج بدأت تتطور مع الوقت، ومهاراته في الفنون القتالية وصلت لدرجة إن هو يقدر يسيطر على قطيع ضخم من الأفيال ويقدر يسيطر عليهم. وبعد كده تنتقل بين الأحداث للرئيس الثوار، وكان بيفكر في القائد اللي هيمسك حكم القبيلة من بعده. ومن هنا رئيس الثوار عمل مسابقة، والمسابقة دي كانت بتضم فيها أقوى المقاتلين الشباب في القبيلة كلها. وبدأ تينج يدخل في صراعات مع أقوى شباب القبيلة، والقتال الأول كان ما بين تينج ومقاتل شاب بيستخدم فن الساموراي الياباني. ومن هنا تينج قدر إن هو يسيطر على المقاتل الياباني بكل سهولة، وقدر إن هو يهزمه باستخدام السيف. والتحدي التاني كان ما بين تينج وشاب قوي في فن المواي تاي، ومن هنا بدأ القتال ما بينهم. وخصم تينج كان مقاتل قوي عديم الرحمة، ولكن تينج ما كانش بيستسلم بسهولة وفضل يضرب فيه بدون أي رحمة، ولكن تينج قدر ان هو يتفوق عليه في النهاية. والتحدي التالت كان مع مقاتل ضخم عديم الرحمة، وفي بداية القتال خصم تينج قدر ان هو يسيطر عليه بكل سهولة، ولكن تينج استحمل كل الضربات وبدأ يهجم عليه بشراسة عالية جدا علشان يكسب القتال. وفي نهاية القتال خصم تينج استسلم بحركة اخضاع. وفي الوقت ده رئيس الثوار كان مبسوط جدا من تينج لانه يستحق ان هو يكون مكانه، ولكن في النهاية بنكتشف ان ده مش اخر تحدي تينج هيدخل فيه. واخر تحدي كان عبارة ان تينج يدخل كهف مظلم لوحده، واول لما تينج دخل الكهف فبيسمع صوت بنت ضعيفة بتعيط، واول لما بيقرب منها فبتمسكه من رقبته علشان تخلص عليه، وبتطلع البنت دي ساحرة شريرة. ومن هنا تينج بيقدر ان هو يسيطر عليها بصعوبة شديدة وخلص عليها في النهاية. وبكده تينج قدر ان هو يكون من اقوى المقاتلين في القبيلة كلها. ومن هنا رئيس الثوار عمل احتفال كبير جدا علشان تينج قدر ان هو يخلص على اقوى المقاتلين في القبيلة، وبكده هيكون الحاكم الاساسي من بعده. وبيكون الكلام ده قدام القرية كلها، وبيكون تينج طاير من الفرحة وهو بيستلم الخنجر من رئيس الثوار. وبعد كده القبيلة بتقرر تهجم على قافلة من احدى قفائل الامبراطور الظالم اللي بيسرق الفقراء، وفعلا بتهجم القبيلة على قافلة الامبراطور، وبيبدأ القتال ما بينهم، والمكان كله بيتحول لفوضى تامة. وبنكتشف ان تينج كان من اقوى المقاتلين، لان مفيش اي حد قادر يقف قدامه لانه مقاتل رهيب بالفنون القتالية. وبعد كده تينج بيكون قاعد لوحده بالليل وبيكون حزين جدا، لانه افتكر ايام زمان لما الامبراطور الفاسد خلص على والده ووالدته بدم بارد، لانهم كانوا ضد الامبراطور اللي كان بيسرق سكان المدينة الفقراء. وبعد كده بيفتكر صديقته بيان اللي كان بيحكي لها على كل اسراره، وبيكون تينج متضايق جدا من اللي حصل في الماضي، وقرر ان هو يخلص على الامبراطور في اسرع وقت ممكن علشان يرجع حق والده ووالدته اللي اتقتلوا غادر، وينقذ جميع سكان المدينه من شره. وبعد كده بنروح لمكان في الامبراطوريه، وبيكون في تجار العبيد بتوع الامبراطور، وبيكونوا ماسكين الناس وبيعذبوهم ونازلين فيهم اهانه ويتمسخروا عليهم. وبيكون القائد بتاعهم ماسك بنت صغيره وبيعذبها لحد لما بيلاقي فخاره بتتكسر على دماغه، فقائد التجار كان هينفجر من الغضب لانه ما كانش عارف هو مين اللي عمل كده، ومسك سكان المدينة ونزل فيهم طح بدون اي رحمة. ومن هنا بنعرف ان تينج هو اللي عمل كده، وبيكون واقف مستخبي ما بين الناس ومسك قائد التجار وخلص عليه بدم بارد. وبعد كده مسك باقي افراد العصابة وفضل يضرب فيهم واحد ورا واحد بدون اي رحمة، وما كانش حد فيهم قادر يقف قدامه لان تينج اتعلم جميع اسرار الفنون القتالية. ومن هنا المكان انقلب لفوضى تامة، وفي وسط القتال فبيوصل بقى القبيلة اللي تينج اتربى فيها علشان تساعده في الهجوم على افراد العصابة. وبنكتشف ان رئيس التجار هو نفس الراجل اللي رمى تينج في بحيرة التماسيح وهو صغير، وتينج عمل كل ده علشان ينتقم منه. وبعد ما كسر عدمهم فبيمسك رئيس التجار علشان يخلص عليه، ومن هنا تينج بيقرر يرميه في بحيرة التمساح زي ما عمل فيه وهو صغير. وبعد كده تينج بيقرر يفك أسر كل الناس اللي العصابة مسكوهم، وفي وسط ما كانت القبيلة بتحتفل بالانتصار العظيم ده فتينج
كان قاعد لوحده وبيفتكر في الماضي الأليم، وبيقرر بعدها ان هو يروح عاصمة الامبراطور علشان ينتقم من الامبراطور الظالم. بس رئيس الثوار مش بيكون عاوزه يمشي، خصوصا ان هو هيكون قائد الجماعة من بعده، بس بيفهم ان تينج بيكون عاوز ينتقم من الامبراطور الفاسد علشان يرجع حق والده ووالدته اللي اتقتلوا غادر. وفي وسط دموع تينج فبيوافق رئيس الثوار على قراره وبيقول انا هستناك لما ترجع علشان تكون قائد القبيلة مكاني. وركب تينج الحصان بتاعه وسافر في رحلة للقضاء على الامبراطور الفاسد. وفي وسط طريقه فكان بيشوف اماكن كتيرة اتدمرت وبقت خراب بسبب الامبراطور الفاسد. وبعد كده تينج بيوصل لقرية من القرى وبيقرر ان هو هيقعد فيها شوية، وبعد كده بنروح لقصر الامبراطور واللي بيكون بيحتفل بانهم سيطروا على الامبراطورية بالكامل، وبكده بيكونوا الامبراطورية الاكثر قوة في العالم كله ومفيش اي حد هيقدر يقف قدامهم. وفي وسط الاحتفال ده فبيظهر مقاتل مقنع وبيكون واضح ان مهاراته القتالية متقدمة جدا، والمقاتل ده كان بيعرض عرض قوي قدام الامبراطور. ولكن فجأة وبدون سابق انذار فالمقاتل بيرمي قنابل على الامبراطور علشان يشتت الحراس، وبيقدر يخلص على كل اللي موجودين في المكان علشان يقدر يوصل للامبراطور الفاسد ويخلص عليه هو كمان علشان ينتقم منه. وبالفعل المقاتل ده بيقدر يخلص على الامبراطور في ثواني معدودة، وبعد كده بيخلع القناع بتاعه وبنكتشف ان المقاتل ده بيكون هو تينج. وبكده تينج قدر ان هو يرجع حق والده ووالدته من الامبراطور الفاسد، وبدأ يخلص على كل الحراس اللي كانوا في طريقه، وما فيش اي حد كان قادر يقف قدامه بسبب قوته الرهيبة بالفنون القتالية واستخدام الاسلحة. وبعد كده تينج بدأ يقاتل حراس الامبراطور الفاسد ويخلص على كل اللي في طريقه، وبعد كده قدر ان هو يهرب على اخر لحظة قبل ما يتحصر من الحراس. ولما بيرجع للقرية اللي بيكون قاعد فيها فبيلاقي المقاتل المقنع اللي خلص على والده ووالدته زمان واقف قدامه. واول ما تينج بيشوفه فمش بيكون عارف يمسك نفسه من الغضب، وبيهجم عليه بشراسة عالية جدا علشان ينتقم منه. وفي بداية المعركة الاتنين كانوا متساويين في القوة ونزلوا طحن في بعض بدون اي رحمة. وفي وسط القتال الرهيب ده فالمقاتل المقنع بيحاول ان هو يتفادى هجمات تينج بصعوبة ولكن بدون اي فايدة، ومن هنا تينج قدر ان هو يخلص عليه بدم بارد. ولسوء الحظ في وسط القتال الرهيب ده فبيظهر مجموعة من المقاتلين وبدأوا يهجموا على تينج بشراسة عالية جدا، وبنعرف ان المقاتلين دول بيكونوا اتباع الامبراطور الفاسد وهجموا على تينج علشان يخلصوا عليه. ومع ان تينج قدر يتفاداهم بسرعة البر لأنهم كانوا أكتر منه في العدد واتقطروا عليه، ولكن تينج استخدم أسلوبه المميز في استخدام الأسلحة والفنون القتالية علشان يخلص عليهم. ومن حسن الحظ بيدخل فيل من وسط الغابة علشان يساعد تينج ضد أفراد عصابة الإمبراطور الفاسد، وبيطلع إن الفيل ده هو نفس الفيل اللي تينج كان بيروده قبل كده، والفيل قدر ان هو يحميه من عصابة الامبراطور لحد لما تينج قام من جديد وبدأ بالقتال معاهم. وبمساعدة الفيل قدر ان هو يمسك جنود الامبراطور وينزل فيهم طحن بدون اي رحمة، وبدأ يخلص عليهم واحد ورا واحد لحد لما كسرهم تماما. واول لما تينج انتهى من القتال فمن سوء الحظ اكتشف ان فيه ساحر تابع للامبراطور وكان عاوز يتقاتل معاه. وفي بداية القتال الساحر بدأ يضرب تينج بشراسة عالية جدا وقدر ان هو يرميه على الارض. وفي وسط القتال ما بينهم فبيحصل حاجة غريبة جدا، ومن هنا تينج بيكتشف مجموعة كبيرة من المقاتلين اتباع الامبراطور الفاسد قدروا انهم يحاصروه من كل اتجاه. والمفاجأة الاكبر ان الامبراطور الفاسد بيطلع لسه عايش لغاية دلوقتي، واظهر لتينج ان هو لابس درع حديدي قوي جدا بيقدر يحميه من الضربات المميتة. ومن هنا تينج اتصدم جدا من اللي حصل وما كانش مصدق عينيه، وجنود الامبراطور بيكونوا محاصرينه من كل اتجاه. والصدمة بتظهر على تينج اكتر من الاول بسبب ان الامبراطور امر واحد من جنوده يخلص عليه، ومن هنا بيظهر قائد الثوار وبنعرف ان هو خاين وتابع لعصابة الامبراطور الفاسد. لا وكمان بيطلع هو نفس المقنع اللي خلص على والده ووالدته قدام عينيه، فتينج بيتصدم جدا ومش بيكون مصدق نفسه، وقرر ان هو لازم ينتقم من قائد الثوار علشان ينتقم لموت والده ووالدته اللي اتقتلوا غادر. ومن هنا بدأ القتال ما بينهم، وبالرغم من ان تينج كان تعبان بشدة الا انه قدر يستجمع كل قوته وبدأ يهجم على رئيس الثوار بمهارة عالية جدا. وللأسف تينج
ورئيس الثوار بيكونوا متعادلين في القوة، والقتال ما بينهم استمر لفترة طويلة، ورئيس الثوار كان حزين جدا وما كانش عاوز يخلص على تينج لأنه بيعتبره زي ابنه الصغير بالظبط. وفي نهاية القتال فاتينج بيخلص على رئيس الثوار، وبكده يكون انتقم لوالده ووالدته اللي اتقتلوا غادر. ولكن في نفس الوقت تينج كان حزين جدا على قتل قائد الثوار لأنه كان بيعتبره زي والده بالظبط، لأنه تبنيه وعلمه كل أسرار الفنون القتالية، وتينج مش بيكون قادر يتحرك من مكانه لأنه كان تعبان جدا. ومن هنا الإمبراطور الفاسد بيأمر رجالته إنهم ياخدوا تينج ويفضلوا يعذبوا فيه. ولو عاوز تعرف إيه اللي هيحصل في تينج فما تنساش تتفرج على الجزء الثالث اللي هتلاقي اللينك بتاعه موجود في الديسكريبشن. ومن هنا بيخلص فيلمنا. أنا مينا سحاق، فلو عجبك الفيلم ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الملخصات النهارية، وما تنساش تعمل متابعة على صفحة الفيسبوك علشان تقول لنا على الأفلام اللي تحب نلخصها لك. أشوفك الفيلم الجاي يا صديقي، يلا سلام.